طيب انا معايا واحد حبيبك قوي، وانت بتروح في كل حته بتاخده معاك، وهو شخصيه عزيزه علينا قوي، وان شاء الله ليه حلقه معانا لان تاريخ ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي والمنتخبات. عارف مين هو؟ كابتن احمد ناجي. كابتن احمد ناجي لما عرف ان انت موجود معانا قال لي لا ده انا سمسم دوت، انا لازم عاوز اتكلم معاه شويه. هنسمع التقرير بيقول ايه ونرجع نتكلم تاني. يعني انا اعرف كابتن احمد من قبل ما اشتغل معاه، يعني واحنا بنتابع المباريات واحنا في جهاز المنتخب ايام مستر اجيري، وكنا بنبقى قاعدين في المقصوره بنتفرج. لفت نظرنا جدا حد زي ما انت بتقول شاب واقف على الخط. احنا طبعا دي مهنتنا وده ونعرف اللي واقف ده بيعمل ايه. لفت نظرنا جدا، لفت نظر مستر اجيري، قال المدرب ده مدرب كبير ومدرب عنده فلسفه ومدرب يعرف هو واقف على الخط يستخدم ادواته ازاي، مع انه كان ماسك فرقه صغيره، كان ماسك نجوم. فلما انا كنت في سموحه وكنت مع الكابتن حماده صدقي، وده شرف طبعا كبير ليا، وكابتن حماده يعني ترك الفريق، و باشمهندس فرج عامر قال لي يعني كابتن احمد سامي انا اتكلمت معاه وهو يعني تمسك بيك وعايزك تستمر، وكمان الكابتن حماده قال يعني انا مش عارف يعني هيجي لي شغل امتى وانت تستمر والنادي عايزك. فبدات تجربه مع حد انا شخصيته مكون عنها فكره كبيره من قبل ما اشتغل معاه. عايز اقول لك ان انا بقيت فخور بالمدرب المصري بعد تجربتي مع الكابتن احمد سامي، لان شفت حاجات بيجمع احمد سامي ما بين حاجات في المدرب قليل جدا لما تلاقي مدرب عنده المواصفات دي. يعني المدرب حاجتين، ترينر وكوتش. ترينر يعني ايه؟ يعني بيعرف يعمل وحدات تدريبيه مختلفه ومتنوعه وما بتعملش ملل للعيبه، مش كده وبس، وتناسب قدرات اللاعبين وتخلي الأداء بتاعهم يتغير من إلى. زائد إنه شخصية أنا بقولها بالبلدي ذكر، وزائد إنه هو كوتش بيقف على الخط زي ما قلت لك قبل كده، شايف كل حاجة، لأنه هو اشتغل في التحليل قبل كده واشتغل في تحليل المباريات، فعنده دي كمان إضافة كبيرة ان هو بيقدر. يعني مش هو ما بيشتغلش معاه محلل فني، هو بيحلل هو، وهو اللي بيشوف الفيديوهات وهو اللي بيقطع وهو اللي يعني كمان. فعايز اقول لك ان انا فخور جدا بالشخصيه دي، والشخصيه دي لازم يعني الناس تفكر فيها بشكل جيد وبشكل كويس، لانه يستحق ان هو يعني الناس تديله قيمته الحقيقيه. وبطلب من اتحاد الكوره ومن الناس ان هم يتابعوا المواهب دي. يعني انا شايف هجوم شديد جدا على المدرب المصري، لا، في مواهب فعلا اشتغلت على نفسها وقفلت على نفسها وبتدرس كل علوم كره القدم بهدوء وبدون صخب اعلامي. هو احمد ما بيحبش الصخب الاعلامي ولا الدوشه ولا الحاجات دي كلها، ودي طبعا عجباني جدا في شخصيته. انا بقول لك انا بقالي 32 سنه في المهنه دي، انا فخور بيه جدا من كل جوانب شخصيته، هو كشخص وكليدر وكترينر وككوتش، كل الحاجات عنده يعني انا فخور بيها. وسعيد ان انا يعني كان عندي الفرصه ان انا اكمل واشتغل معاه.